يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. كذا كثير والله، كذا كثير يا مارفل، كذا كثير. يب افقع في حرق. اطلع. طلعت. اطلع. طلعتوا خلاص؟ اللي ما شاف الفيلم شوف الفيلم في افضل شاشه، في افضل اكبر تلفزيون، اكبر سينما. شوفوا مره مرتين ثلاثه، الفيلم مزحوم احداث. المشكله الوحيده اللي واجهتني اني ما قدرت انزل جده لظروف معينه، فتابعت الفيلم في الطائف ستاندر بات. كانت تجربه رائعه. ليتس توك اباوت الفيلم. اتوقع انا توني خارج من الفيلم، ها، وكنت حريص جدا اني اشغل الكاميرا وعلى طول اتكلم من دون ما اجهز اي نصوص، بس اجهز رؤوس اقلام علشان بس المشاعر ذي احتاج اطلعها الحين، لانه بعدين لما انام اصحى بتكون ايش؟ ذهبت مع الليل. طيب يا جماعه، اول شيء بنسوي النظريه، لحظه، النظريه، نظريتنا اللي سويناها في اليوتيوب، سوينا زحمه فيها. نفترض ان هذه النظريه سويبها كذا والى القمامه. ما ننكر انها كانت نظريه حلوه، والله نظرية حلوة، صح ولا لا؟ وهبدنا فيها عادي، ولكن ايش؟ لا ضيض، راح تظل هذه موجودة. ايش رايكم نحتفظ بالمنديل هذا نظرية الوجيه؟ والله مو غلط، نحتفظ بالمنديل هذا نظرية الوجيه اللي رميناه في الزبالة هذه. خلونا نبدأ في موضوع أول شيء، دكتور سترينج وتصرفه. أنا إلى الآن ما زلت مستغرب ليش دكتور سترينج سوى ذا الشيء، ولكن كان فيه تلميحة إنه ترى صح خطيرة التعويذة هذه، بس ترى سويناها في أشياء أتفه من كذا، وهذا الشيء يعني إيش؟ قوى موقف دكتور سترينج إنه يا عمي ما بيضر، سويناها قبل كذا على أشياء تافهة، فمو غلط إننا نسويها الحين مع بيتر باركر ونحل له مشاكله. الولد حياته، شفتوا أنتم كيف في الفيلم؟ حياته تقلبت فعلا رأسا على عقب، ومش لحاله، إم جي انقلبت حياتها، أنت ما انقلبت حياتها، نيد صاحبه انقلبت حياته، كل شخص له علاقة بسبايدر مان انقلبت حياته، وانقسم العالم ما بين مؤيدين وما بين كارهين لسبايدر مان بسبب التصريح المزيف اللي اطلقه ميستيريو. فهل راح نتقبل فكرة دكتور سترينج وتصرفه؟ راح نتقبلها يعني، فممكن نتجاوز هذه الجزئية، ولكن الجزئية اللي ما راح اتجاوزها انه كيف سبايدر مان قدر يتغلب على دكتور سترينج. مشكلة اني ما شفت الفيلم الا مرة واحدة، فما راح اقدر احكم حكم صحيح، لازم اشوف الفيلم مرة ثانية علشان اعيد ترتيب افكاري واعيد ترتيب الحوسة اللي صارت. للامانة لما تشوف الفيلم في السينما مش زي لما تشوفه في البيت، تقدر توقف الفيلم تقدر ترجع، فما راح نقدر نحكم 100% على الجزئية دي. ولكن زي ما قلت لكم، انا منزعج من فكرة انه دكتور سترينج انهزم بواسطة سبايدر مان، على انهم لمحوا تلميحة انه سبايدر مان تعامل بطريقة مختلفة لما دكتور سترينج خرجه من جسمه او جسده اللاواعي خرجه، كان في شيء مختلف، لانه سبايدر مان عنده الاشياء اللي تخليه يستشعر الخطر الخاصة بالسبايدرز، فممكن هذا السبب اللي خلى سبايدر مان يقدر يتفوق على دكتور سترينج، فضلا عن انه سوى حاجة في عالم المرايا لها علاقة بالرياضيات، which is ما فهمتها صدقا، عشان كذا اقول لكم احتاج اشوف الفيلم مرة ثانية. بعد كذا في ظل التخبط اللي شفناه لبيتر باركر، ظهر اول واحد واللي كان ظهوره جدا انيق ولطيف وبسيط ويليق بفخامة الشخصية، ديردفل. ظهور جميل انيق، وصل فكرة وما طول، ولكنه يعني لحظة جميلة كانت في الفيلم. طيب، انفتحت العوالم الموازية وبدأوا يظهروا الفيلنز بالتدريج. ظهر دكتور اوكتوبوس، ظهر جرين جوبلن، ظهر الكترو، ظهر ساند مان، وظهر ليزرد، وهذا الشيء ما هو جديد او ما هو شيء تفاجأنا فيه، لانه شفناهم في التريلر. في جزئية حلوة انه الاحداث ما هي جاية بعد احداث فيلم سبايدر مان تبع توبي ماجواير، ولا هو بعد احداث فيلم ذا اميزنج سبايدر مان بالتحديد، يعني كذا في لحظات غريبه، لانه كل واحد انسحب من نفس اللحظه اللي كان يقاتل فيها بيتر باركر ويموت على يده او ينهزم على يده. دكتور اوكتوبس مفروض انه غرق في فيلم توبي ماجواير وكان متصالح مع توبي ماجواير، فليش اتضارب معاه؟ لانه اصلا اللحظه اللي انسحب فيها قبل ما يغرق، صح؟ اتوقع اني فاهمها كذا، لانه المفروض لما يجي يشوف بيتر باركر ما يسوي الفوضى ذي كلها. جرين جوبلن صدم عيشتي، جرين جوبلن طلع مره معضل، يعني مع توبي ماجواير كان معضل، بس هنا مره معضل، لطم بيتر باركر تلطيم، طلعه فوق تحت، حاس الدنيا فيه حوس، صدم عيشتي، لطمه. الكترو
إلكترو صراحة ظهوره كان جدا جميل، وطريقة تعامله مع الحدث كانت حلوة، إنه أنا بصير قوي والطاقة في هذا الكون مختلفة من ناحية الكهرباء فأقدر أوظفها، فضلا عنه كان يعني كلهم اللي لمحوا له إنه كل الأشرار ذولي مصابين بلعنة. دكتور أكتوبوس مسيطر عليها الأداة هذه ومخلي يعني مضيفت له أكثر من وعي، فعشان كذا صاير متشتت وصاير شرير ويخدم أهداف شريرة بطريقة ما. جرين جوبلين برضو الشخصية الشريرة اللي جوة الجوبلين برضو مسيطر عليه بالنسبة كبيرة، فعلشان كذا هو مصاب بهذه العدوى. كلهم قاعد يحاول بيتر باركر، الحل اللي كان يشوفه بيتر باركر انه يلا خلونا نعالجهم وبعدين نرجعهم الى عالمهم. وهناك بدأت الفوضى بينه وبين دكتور سترينج. إلكترو لعنته انه ايش تخرج منه ذيك الطاقة الكهربائية وراح يصير انسان طبيعي ومعاده شرير. ساندمان، مع انه ساندمان في فيلم توبي ماجواير الثالث لما كان موجود في فينوم لو فاكرين الفيلم، ساندمان تصالح مع بيتر باركر في النهاية وقال له شكرا لك وإيش وخلاص ورحل. بس ساندمان هنا ما كانت واضحة إيش أهداف، مرة طيب مرة شرير، مرة طيب مرة شرير، وهذا الشيء للأمانة أزعجني. هو يا كذا يا كذا، كلهم واضح توجهاتهم تقريبا بسبب سيطرة الشر عليهم، بس ساندمان متصالح مع بيتر باركر حتى ساعده في البداية، فتوجهه إلى الشر كذا بطريقة ما أزعجني. وكمان كونه ما بيموت، يعني لو فعلا بيتر باركر رجعوا العالم وبالعكس بيكون عايش عكس الثانيين، انه كان هدفهم لا ترجعنا عالمنا لاننا راح نموت على يد بيتر باركر او بطريقة ما راح ننهزم او ايا كانت المصيبة اللي بتصير فيهم. ليزرد ظهوره كان كذا تحس انه تحصيل حاصل، شفتوا ليزرد هذا ليزرد يلا خش اهبد مع الهابدين وصار اللي صار، ولا اقدر الومهم صراحة، الفيلم معقد ومليان تفاصيل، فيا دوبك كذا يعطوا كل واحد حقه وخلاص. بعدين قتلوا فارس، مبروك فارس أربك مارفل، مبروك، أنت الوحيد تقريبا اللي أعرفه اللي توقع شيء وطلع صح، وهو موت العمة مي أو أنت مي، ماتت وكانت هي بالفعل نقطة تحول. والله قتلوها، والله قتلوها أبدا من بارد، يعني لولا الحياة في السينما والله كنت ببكي بس مسكت نفسي. فموت العمة مي كان صراحة لحظة درامية مؤثرة جدا جدا جدا، و تم كتابتها بشكل ممتاز. طريقة تعامل أنت مي قبل موتها إنها رافضة تتقبل الموت وما تبغى بيتر باركر يحس بأي شعور. يا it hit different يا عيال، والله ضربت في القلب. بس يا مع السلامة أنت مي، توحشينا والله، عسل عسل أنت مي. المشاهد القتالية للأمانة يا جماعة روعة 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 روعة، من أروع من أروع ما يكون، بالذات في بداية الفيلم مع دكتور أكتوبس وتوم هولند. أوف دكتور أكتوبس لعن خير أم الجسر ذاك بالسيارات اللي فيه، مع ملاحظة أنه كان فيه اقتباسات حلوة كذا من بعض المشاهد من أفلام سبايدر مان القديمة، زي لما أندرو غارفيلد كان علق السيارات في الجسر، توبي ماجواير سواها، توم هولند سواها، زي مشاهد لما رمى جرين جوبلين القنبلة جهة أنت مي وقفز بيتر باركر بنفس قفزة توبي ماجواير. كان فيه إيش إشارات كثيرة مأخوذة من الأفلام، يعني من باب أنه إيش تخلينا نفتكر اللحظات والفلاشات الحلوة هذه. فايب المشاهد القتالية رائعة 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 جدا جدا رائعة. ما زلت محروق على موت أنت مي، لو قتلوا ام جي كانت بتكون لا والله ام جي مسكينة، ند ذاك يموت سبيكة. بس يلا بعد كذا كانت أجمل اللحظات في الفيلم لحظة ظهور أندرو غارفيلد. أنا ما أدري إيش اللي كان يصير في السينما وقتها، بس اللي افتكر إني كنت أصيح، صيحت صياح وصفقت تصفيق، فمع صياحي ما كنت أدري هل الناس كانت تصيح معاي في السينما ولا أنا جالس صيح لحالي. اللي أعرف إنه صاحبي عادل جنبي انتفض، كان كل شوية يقول وجود يا وجه يرحم أمك خلاص خوفتني، كل شوية تخرجني. فا يب كانت لحظة ظهور أندرو توبي رائعة رائعة رائعة. توبي ماجواير جابينه كذا بهيئة إنه شخص كبير في السن، وشيء مؤثر صراحة إنك تشوف كذا الشخصيات اللي شفتها مرة زمان تظهر كذا مع بعض، شعور غريب. بيتر باركر ثلاثة بيتر باركر. أندرو للأمانة بدع في الجانب الدرامي لما كان يبكي ويشرح، ولما كان يقاتل، ولما كان يعني يحاول كذا يخلق حلقة تواصل ما بينه وبين بيتر باركر الباقين. والله لحظات مؤثرة كيف جمعوا ما بين الأكشن والدراما كذا بطريقة زي ما قلت لكم يا جماعة، هذه ما هي مراجعة مرتبة، هذا مجرد فضفضة كذا بعد الفيلم، فضفضة بعد الفيلم. نيد بالفعل طلع يقدر يكون ساحر، انا حسبته يمزح لما قال ان جدته قالت له انه انتوا جايين من عائلة سحرة او فيكم سحرة في يعني اسلافكم، بس توقعت انه يستهبل، بس يا قدر يفتح بوابات عوالم موازية كيف ماني فاكر، لانه صراحة قلت لكم الفيلم محشو احداث تاجي اتابعه مرة ثانية عشان استوعب الفوضى اللي صارت فيه. فيب نيد ساحر، وربما مستقبلا ممكن نشوفه مع دكتور سترينج somehow،
ولكن بما انه فقد الذاكرة فممكن this is مستبعد، ما ادري بنشوف بعدين. انقاذ ام جي من اروع المشاهد اللي صارت كان انقاذ ام جي بواسطة اندرو غارفيلد. واو يا اخوان والله فيني مشاعر غريبة ماني داري ايش قاعد اقول. والله اندرو كان مرة مكسور لما كان يفضفض انه خسر حبيبته في عالمه وماتت بين يدينه، فالفجوة دي سدها لما انقذ ام جي، حس انه عوض بالذات انه بنفس الطريقة ومشابهة كذا للسقوط. كانت لحظة جميلة صراحة لحظة انقاذ ام جي. بعد كذا يا جماعة نجي للنقطة الاهم واللي هي جوهر الفيلم هذا، بعد ما تقفلت بوابات العالم الموازي وبعد ما رجعوا السبايدرات وبعد ما راحوا الفيلن وبعد ما انتهى كل شيء، هنا جينا لأهم جوهر في القصة واللي رفع من قيمة القصة بشكل كبير. بيتر باركر توم هولند المراهق الساذج اللي يهبد أخيرا نضج، ومرة ثانية نقول مبروك يا فارس نظريتك صحيحة. نقطة تحول توم هولند بيتر باركر في هذا العالم راح تكون عند موت العمة مي، وبرضو بالإضافة للأحداث والأشياء التفاصيل اللي صارت في هذا الفيلم. سبايدر مان الآن رجع لسبايدر مان اللي نعرفه وتعودنا عليه. توبي ماجواير كان يشتغل في الخفاء، ما حد يعرف مين هو إلا أشخاص محددين. أندرو غارفيلد ما حد كان يعرف إنه سبايدر مان إلا أشخاص محددين. توم هولند كل العالم عرف انه سبايدر مان، ولكن الان بعد ما حذف دكتور سترينج ذاكرة او حذف فكرة انه سبايدر مان هو بيتر باركر من ذاكرة جميع من في هذا العالم، فالان صار عندنا سبايدر مان حقيقي بمواصفات سبايدر مان اللي عرفناها. سبايدر مان مجهول الهوية، سبايدر مان ناضج، سبايدر مان عنده نقطة تحول، مش بس موت العم بن، موت العمة مي، فكانت هي نقطة تحول بيتر باركر في هذا الفيلم، وراح نشوف بيتر باركر أكثر نضجا وراح يقدر يتخذ قرارات بطريقة أفضل من كذا. وأكثر قرار احترمته إنه ترك إم جي، كان عنده فرصة إنه يرجع زي ما وعدها بس إنه فكر، وهنا اكتشفنا النضج، فكر وقال لو اعترفت لها لو رجعتها هل ممكن أعرض حياتها للخطر مرة ثانية. نيد دخل الجامعة وانقبل في كلية أو المعهد، معهد أيا كان المعهد اللي هو معهد تكنولوجيا، انقبل وأمور طيبة، لا خلاص هم كذا بخير بعيد عني، طالما أنهم نسيوني أنا فاكرهم وراح أحبهم، راح أظل رقمهم من بعيد أفضل من أني أكون قريب منهم وممكن أعرض حياتهم للخطر. فكانت لحظة نضج توم هولند هي جوهر هذا الفيلم، وهي اللي أعطته قيمة جدا عالية، بالإضافة لظهور توبي ماجواير وأندرو غارفيلد. أمي أنت مي يا أخوان أنت مي، ماني قادر أنسى لحظة كانت صراحة درامية تعيسة حزينة رائعة. أزيد أعقب مرة ثانية على موضوع أندرو غارفيلد. أندرو غارفيلد يا جماعة من أروع الناس اللي قدموا سبايدر مان. أندرو غارفيلد قدمها بأروع وأفضل شكل، أفضل من توم هولند، أفضل من توبي ماجواير، وهذه وجهة نظري الشخصية، ولكن ما في عيب في توبي ماجواير، بالعكس ذكرياتنا ولحظاتنا، بالعكس حتى لما جابوه كذا بشكل كأنه كبير في السن في كذا شيء أثر فيني لما أشوفه يتكلم وطريقة كلامه كذا لا فعلا باين أنه كبير في السن شوية، يعني مش توبي ماجواير اللي عرفناه سبايدر مان زمان. فعلى كل حال قاعد أهبط ما نعرف إيش قاعد أقول، ولكن صدقوني مشاعري مرة جياشة في هذه اللحظة. إيش عندنا كمان؟ بدلة سبايدر مان الجديدة الرائعة، مش رائعة بمعنى أنها أفضل من النانو تيك والحاجات هذه، لا رائعة من ناحية أنها جسدت سبايدر مان اللي في عقولنا واللي تصورناه بالشكل الطبيعي اللي هو سبايدر مان الناضج، ما عاد يحتاج عمه توني ستارك يضبطه ببدلات، ولا يحتاج دكتور سترينج يساعده، ولا يحتاج أحد، لا الآن سبايدر مان صار لحاله وحيد ناضج وعنده الرؤية الصحيحة اللي يحتاجها الشخص الناضج علشان يتخذ قراراته، وبرضه صنع بدلته بنفسه، ما عاد يحتاج أي شيء، أي مساعدات أو أي شيء أو تدخلات خارجية. فيب بدل سبايدر مان الجديدة أعطتنا الطابع تبع أندرو غارفيلد، توبي ماجواير، سبايدر مان اللي في رؤوسنا، سيبوا بدلة النانو تيك وسيبوا بدلة بدلات توني ستارك وغيره، هذه بدلة سبايدر مان الناضج واللي كلنا عرفناه منذ الصغر وإلى يومنا هذا. للأمانة مشهد بعد الشارة ما كان مهم جدا، سوى إنه فينوم انترك في هذاك الكون عن طريق الخطأ، ما أدري كيف صراحة انترك، ولكن انسحب جسم توم هاردي وظل فينوم في نفس العالم تبع توم هولند، فهذا بمعناته ممكن نشوف فينوم يتجسد في أحد أفلام توم هولند القادمة كسبايدر مان، إما أنه يتجسد في توم هولند نفسه ويصير فينوم اللي شفناه مع توبي ماجواير، أو أنه يصير لا
يتجسد في شخصية ثانية وتصير ما بينهم معارك وأكشن، وربما يكون بينهم تعاون، مع أنه مستحيل يكون بينهم تعاون، لأنه اللي عارفه واللي أفهمه على حسب ما قرأت يعني واطلاع البسيط على الكوميك أنه فينوم وسبايدر مان أعداء في معظم الوقت، إلا لو كان في إصدارات ثانية للكوميك كانت تخليهم أصدقاء ومتعاونين حاجة ثانية. مشهد ما بعد الشارة الثانية للأمانة ما قدرت أتابعه، كنت مرة محتاج أروح الحمام صدقا يعني، فطلعت للأسف راح علي، ولكن ممكن تكتبوا ليها في التعليقات أو أني أنا ببحث في النت وأشوف أرابيك مارفل يقولوا لي. فهذه للأمانة ما هي مراجعة، هذه مجرد شرح لتجربتي ونقل لمشاعري اللي خرجت فيها من هذا الفيلم. الله فيني بكوة، والله فيني بكوة. طيب نتكلم بس على التقييم بشكل سريع. Rotten Tomato معطينه 100%، which is not fair. حلو الفيلم، رائع، بس مش 100%. ما في شيء مثالي، في فجوات في الفيلم، في أخطاء، في مصادفات غبية، في خرشات بلهة، بس لا 100% لا. فماني عارف صراحة إذا هو الآن 100% ولا انخفض، ولكن 100% لا مستحيل. خلونا مالنا في روتين توميتو، خلونا في IMDb. إلى الآن إلى تاريخ هذا الفيديو تقييم سبايدر مان نو واي هوم 9.2/10 بواسطة أكثر من 40,000 شخص، ولكن هل هو يستاهل 9.2/10؟ كامون مش معقولة 9.2/10. لا، فيلم يجبرك إنك تطبل، يجبرك إنك تكذب حتى في التقييم. لو إنك بتعطيه 8 تقول لا خذ 10 على الفلة والمشاعر والزحف اللي خرجنا فيه من الفيلم، ممكن تقول بعطيه 10. عشان كذا تشوف الفيلم تقييمه للآن عالي. That's all I have guys. كانت تجربة رائعة، ويب الناس اللي قابلتهم في السينما فرصة سعيدة، كانت سولفنا طقطقنا، جت سواليف حلوة بعد الفيلم مع بعض المتابعين، تشرفت فيكم صراحة. بس ما عاد في اي كلام ثاني يا جماعه، شاركوني كل مشاعركم الجياشه في التعليقات، لاني متاكد والله الفيلم يا جماعه طلعني اخي طلعت ما انا الى الان كذا فيني مشاعر متخبطه تماما. اتوقع اني بسوي مراجعه ثانيه كذا تكون مرتبه وتكون طلع فيها اللي في قلبي، فيه قلبي اشياء كثيره. يعطيكم العافيه يا جماعه، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.